الترويج لها أم هي منتجات مصرفية إسلامية جديدة ستعملون على إطلاقها طبعا مع مختلف البنوك الإسلامية المتواجدة في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح أنه تمويل القطاع الفلاحي يعني لا يزال نوعا ما من اختصاص يعني بنك وطني عمومي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية المتخصص في تمويل القطاع الزراعي بمختلف جوانبه وأنشطته، ولكن هذا لم يمنعنا في مصرف السلام الجزائر أن يعني نقدم تسهيلات مصرفية لمستثمرين زراعيين سواء في مجال يعني التزود بمعدات فلاحية مثل مثلا أنابيب الرش المحوري، مثل الجرارات، مثل البيوت البلاستيكية الحديثة طبعا، ومثل البيوت التبريد يعني للمحافظة على المنتجات الفلاحية يعني خارج موسمها. يعني هذه كلها يعني قدمنا تسهيلات لبعض المستثمرين الفلاحيين. أما يعني تمويل ما يسمى برأس المال العامل أو التمويل الموسمي للنشاطات الفلاحية مثل حملات البذر والزرع أو الغرس مثلا، هذه يعني نفكر يعني في تطوير، بل يعني طورنا بعض المنتجات المستوحات من الصيغ الشرعية الإسلامية التي كان في الحقيقة يتعامل بها يعني لازال يتعامل بها في بعض المناطق الريفية في بلادنا، التي قائمة على أساس المشاركة في المحصول الفلاحي من قبل يعني أصحاب الأرض من جهة وأصحاب الأموال الذين يمكن أن يستثمروا أموالهم في هذه النشاطات مثلا. فطورنا مثلا صيغة التمويل بالمزارعة، هي تقوم على أساس مشاركة صاحب الأرض مع مستثمر في وفي الحالة هذه هو البنك في محصول يعني زراعي كالقمح أو الذرة أو المنتجات الحبوب مثلا أو حتى الخضروات إنتاج خضروات مثلا. فطورنا هذه الصيغة المزارعة التمويل قصير المدى الذي يسمح يعني للبنك بتركيبة معينة بالمشاركة في المحصول النهائي لنشاط الزرع أو الغرس مثلا هذه الخضروات. كذلك لدينا صيغة المغارسة وهو التمويل متوسط المدى، يسمح كذلك بتمويل عملية غرس الأشجار وتقاسم الأشجار والثمار كذلك مع صاحب الأرض بصيغة معينة، طبعا تركيبة يعني تتلائم مع النشاط المصرفي وليس بالتركيبة البسيطة يعني التي كان معمول بها يعني على مستوى الأفراد مثلا في بعض المناطق الريفية. كذلك لدينا صيغة المساقات وهي تعهد ورعاية الأشجار الموجودة يعني عن طريق تمويل عملية وضع الأسمدة مثل اقتناء الأسمدة وسقي هذه الأشجار بالمياه لاستخدام المياه إلى آخره. وطبعا نحن نتحدث على مستثمرات فلاحية حديثة يعني هذه التي تحتاج إلى التمويل يعني. هذه بعض الصيغ التي نحاول أن نعيد العمل بها وفق تطبيقات مصرفية حديثة تتلائم طبعا مع الواقع ومع احتياجات المستثمرات الفلاحية أو والفلاحين الجزائريين بشكل عام. الفلاحين طبعا الفلاحين نتكلم عن الفلاحين بصفة عامة. نعم ممتاز. طبعا في انتظار هذه الخدمات المصرفية الإسلامية الجديدة من طرف بنك السلام، الخدمات والمنتجات الموجودة حاليا هل هي محل إقبال من طرف الفلاحين الجزائريين أو المتعاملين أو الناشطين في هذا المجال؟ شوف الحقيقة احنا لدينا بعض المستثمرين الفلاحيين الذين استفادوا كما قلت من تمويل مثلا المعدات الفلاحية اللي تحدثت عليها قبل قليل عن طريق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، نشتري هذه العتاد أو المعدات ونؤجرها إجارة منتهية بالتمليك لمدة متوسطة 3 إلى 5 سنوات إلى المستثمر الفلاحي. هذه موجودة محل إقبال يعني أنا ما نقولش أنه يعني إقبال يعني كبير، لأنه كما قلت يعني هذا القطاع لم ندخل فيه بعد بقوة وب يعني تخصيص موارد مالية كبيرة، لأنه لا يزال يعني قطاع بالنسبة لنا يعني ما نش متحكمين فيه كما ينبغي، له خصوصيات وله متطلبات ودراسات يعني تطلب نوع من التحكم. كذلك لدينا تحدي
لهو أنه يعني الفلاحين يستفيدون مثلا من تمويلات مدعمة من قبل خزينة العمومية، تمويل الفيك، تمويل تحدي، بحيث لا يدفعون أي يعني فوائد بالنسبة للتمويل التقليدي. وكذا أما بالنسبة للتمويل السلفي فهو التمويل كما تعرفون تمويل تجاري يقوم على أساس يعني أنه البنك يتقاضى عائد لأنه بنك تجاري، فممكن هذا النوع من المنافسة بين يعني النوع من التمويل المدعم من قبل الخزينة العمومية والتمويل العادي تجاري حتى ولو كان بنسب ربما هوامش ربح بالنسبة للتمويل الإسلامي مدروسة، ولكن يبقى نوعا ما يعني منافسة غير متوازنة، وبالتالي يكون ربما من المجدي أن تفكر السلطات العمومية في توسيع هذه فكرة الدعم التمويل الفلاحي بكل صياغه بما فيها الصياغ الإسلامية عن طريق دعم مثلا هوامش الربح، حتى تكون المنتجات هذه يعني الإسلامية في نفس مستوى تنافسية مع منتجات هذه. وهذا هو التحدي الأبرز للخدمات التمويلية اللي صايرة في الإسلامي في الجزائر، أو الخدمات التمويل الإسلامي في الجزائر في قطاع الفلاحة. لكن أيضا في قناعات أيضا عند الجزائريين بشكل عام أنه في شريحة واسعة تفضل هذا النوع من الخدمات المصرفية الإسلامية عوض التمويل التقليدي. لا صحيح، أنا قلت هذا لأنه مثلا تمويل التحدي الفلاح ما يدفعش فوائد، الخزينة هي اللي تحمل الفوائد. صح بعض الفلاحين يستشكلون حتى هذه الصيغة من ناحية الشرعية، ما دام فيها فوائد سواء تدفع الخزينة العمومية ما يدفعهاش الفلاح، هذا ربما يخلي أنه كثير بعض الفلاحين يفضلون رغم الكلفة التي يتكلفونها من حيث يعني مصاريف هذا التمويل او هوامش الربح، يفضلون الصياغه الاسلاميه لانها يعني تبدو كانها يعني ليس فيها شبهه او اشكال. صحيح، ولهذا نحن نسعى الى تطوير هذه الصيغ حتى تكون قابله للتطبيق، لانه لابد تكون كذلك مجديه من الناحيه الماليه ومن ناحيه المردوديه بالنسبه للفلاحين ايضا، لانه الفلاح يبقى كذلك مستثمر لازم يكون عنده عائد مجدي، وكذلك الكلفه بتاع التمويل لا ينبغي ان تنقص من مردوديه مشروعه او استثماره. ولكن نحن بصدد الان يعني تحسين وضبط هذه الصيغ الثلاث، المزارعه والمساقات والمغارسه، لتكون يعني ادوات يعني تتلائم وتتناسب مع واقع الاستثمار الفلاحي من جهه ومع متطلبات عمل المصرف الحديث من جهه اخرى. واقع العمل الفلاحي في الجزائر، هل هذا النوع من الخدمات المصرفيه الموجوده ام قيد الدراسه التي تعملون على اطلاقها في القريب العاجل تصطدم أيضا بالذهنية الموجودة اليوم في الممارسة الفلاحية في الجزائر، تقليدية بسيطة، هل هذا عائق أمام توسيع هذا النوع من المنتجات المصرفية الإسلامية؟ ربما قد يكون أمره كذلك، لأنه حقيقة الآن الزراعة الحديثة أصبحت زراعة شبه صناعية، يعني لازم تكون يعني استثمارات فلاحية كبيرة وبمعدات تكنولوجية يعني حديثة ومكلفة. يعني الحمد لله موجودة هذه المشاريع في صحرائنا مثلا في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية في المنيعة أو في أدرار أو في يعني هناك ما يسمى بزراعة حديثة متطورة. أما الفلاحة التقليدية البسيطة في الأراضي القال بذات مساحات صغيرة، حقيقة هذه يعني ربما ليس من السهل أن تستفيد من هذه الصيغ التمويلية، حتى بسبب يعني كما قلت يعني الموازنة بين متطلبات المردودية المحدودة لهذه القطاع الفلاحية الصغيرة وكذلك المخاطر التي تتعرض لها عادة المثل سواء في ناحيه المخاطر الطبيعيه، جفاف، نزله الامطار، صعوبه السقي الى اخره، او كذلك من حيث يعني صعوبه التسويق، احيانا يكون انتاج فائض ويجد الفلاح صعوبه في تسويقه بسبب نقص كذلك المرافق وال يعني الغرف التبريد او التخزين الى اخره، بحيث انه في كثير من الاحيان يعني يكون يعني الفلاح ربما يعني الموسم يكون ما حققش فيه او قد يحقق فيه خسائر، فيعني هذه التحديات ربما يصعب مواجهتها من قبل يعني صغار الفلاحين، قد يعني لابد من التفكير في ايجاد حلول يعني جذريه ودائمه لهذه الامور، ولكن يعني المستقبل اظن هو في الاستثمارات الفلاحيه الكبيره هي التي تستطيع ان توفر الاستقلال الغذائي وتمكن كذلك من تطوير عملية التصدير حتى اكتفاء ذاتي ثم التصدير كذلك الأسواق الخارجية، دون أن طبعا أن نتناسى هذه
النشاطات الفلاحية الصغيرة التي يقتات منها الكثير من العائلات، والتي كذلك تعتبر أحد روافد كذلك الاكتفاء الذاتي والقطاع الفلاحي في الجزائر. أنت تعرف أنه مثل ما تفضلت وذكرت صغار الفلاحين، تحديات كبيرة بخصوص توفير العتاد الفلاحي والأسمدة وغيرها. بخصوص العتاد الفلاحي عامل مهم، هل الأمر ميسر على مستوى بنك السلام، وما هي الشروط بخصوص توفير هذا النوع من التجهيزات الفلاحية بالنسبة للفلاحين؟ لا، قلت أنا يعني أنا مصرف السلام يمول ومستعد أن يمول احتياجات الفلاحين والاستثمارات الفلاحية، المشاريع الفلاحية من حيث المعدات عن طريق صيغة إما البيع بالتقسيط بالأجل أو الإيجار المنتهية بالتمليك. يعني هو المعدات، يعني هناك ما هو متوفر، هناك ما هو يعني ربما مستورد، وفيه إشكاليات بالوضع الحالي. لكن يعني هل هي العملية متوفرة أو مقتصرة على وفرة هذا النوع من العتاد؟ وفرت الحتات كذلك الاقتناع بالجدوى الاقتصادية والتجارية للمشاريع الممولة، لأن المصرف كذلك كما قلت يستثمر أموال المودعين، وبالتالي لابد أن يتحرى أن المشاريع التي يمولها بهذه الصيغة الموجودة بإمكانها أن تدر التدفقات النقدية والعائدات الكافية حتى تفي بأقساط التمويل. لازم تكون علاقة ممتاز، يعني تجارية متوازنة، لأننا في 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 منطق يعني منطق تجاري استثماري، وهذا هو الأساس. لازم يكون يعني نرجح المنطق تاع رابح رابح، منطق المردودية والجدوى الاقتصادية، حتى تكون هناك كذلك استمرارية في موضوع يعني ديمومة النشاط الفلاحي وقدرته على أن يزود السوق الوطني، وكذلك أن يطور إمكانيته لتصدير. قطاع الفلاحة يصطدم على غرار كل بلدان العالم، يعيش هذا التحول الصعب جراء تبعات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، الجفاف لمثل تبعاته هنا في الجزائر خصوصا هذا العام. هل فيه أيضا تكييف للمنتجات المصرفية الإسلامية مع هذا المعطى الجديد؟ طبعا يأخذ هذا بعين الاعتبار. هذا قلت أنا، البنك لما يدرس الجدوى الاقتصادية لأي مشروع فلاحي ينظر المخاطر هذه المناخية والمخاطر البيئة ومخاطر يعني الطبيعية، وكذلك يدرس كذلك كما قلت المخاطر المالية والتجارية. ولكن يعني هناك الآن يعني تقنيات حديثة تسمح بمواجهة هذه التغيرات، هذه المناخية مثلا، هذه البيوت البلاستيكية الذكية. هناك الآن استثمارات فلاحية في هذا المجال، هناك مؤسسة رائدة يمكنها أن تزود يعني الفلاحين بالأدوات وهذا المعدات التي تسمح لهم بالتأقلم مع هذه المعطيات المناخية الجديدة. ممتاز. طيب الآن مثل ما تابعنا في التقرير، الكثير من ملفات التموين أو التمويل مرتبطة أساسا بدراسة الجدوى اللي تعدها مكاتب الدراسات. معطى أهم كان في هذا التقرير أنه فيه استنساخ الكثير من الملفات أو دراسة الجدوى خلال الملفات. يقول لك الفلاح والله حطيت ملف ولكن البنك لم يتواصل معي، هذا العائق الأكبر؟ نعم، احنا شوف في مصرف السلام لا نكتفي يعني بدراسة جدوى هكذا نمطية يعني تعدها مكاتب محاسبة أو مكاتب دراسات، يعني حكايات كلمة أحيانية دراسات نمطية. ولكن أنا لما نمول مشروع نقوم بزيارة ميدانية ونتأكد من يعني تطابق الدراسة مع المعطيات الميدانية والواقعية، وبالتالي يعني لازم يخرج هذا النشاط الفلاحي في جانب التمويل من هذا الإطار النمطي اللي يخلي الفلاح دائما ينتظر أنه يأتيه الدعم المالي أو التمويل، كما كأنه دعم مالي مستحق هكذا بغض النظر عن طريقة إدارة المشروع وطريقة يعني تسييره وطريقة كذلك يعني الجدوى الاقتصادية. فلا بد أن تتغير ذهنية حتى الفلاحين يتعاملوا مع البنوك تعاملا اقتصادية قائمة على أساس شراكة، يعني شراكة صحيح. وبالتالي يعني يعطي أهمية أكثر يعني أن يقنع البنك، لأن يعني البنك كما قلت يستثمر أموال المودع ولابد أن يحافظ عليها ويتوخى الحيطة والحذر في استثمارها، حتى يعني يكون هناك قناعة مشتركة بجدوى المشروع المطلوب تمويله. ممتاز. الآن هل
انت قلت انه فيه نمطيه في العمل الفلاحي وفيه تعود على عمل فلاحي معين، ويجب الانتقال الى عصرنا وفق رؤيه اقتصاديه تجاريه بحته تضمن ربح جميع الاطراف. قضيه التامين عن مختلف النشاطات الفلاحيه في الجزائر ما تزال هامشيه، والقناعات بحتميه الذهاب الى تامين نشاطات فلاحيه هامشيه وضعيفه جدا. ما هي رؤيتكم الان كبنك السلام لتشجيع الفلاحين على تأمين نشاطاتهم، ونحن نتحدث عن مخاطر متعاظمة من فيضانات وجفاف حرائق وغيرها؟ نعم صحيح صحيح، حتى إشكالية التمويل كانت تطرح أحيانا من ناحية شرعية، وبالتالي يعني هناك الآن الحمد لله يعني أدوات تمويل تكافلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لطمأنة يعني الفلاحين والمستثمرين بصفة عامة من الناحية الشرعية. تأمين تكافلي قائم على أساس التعاون وتأمين تعاوني، وعندنا الصندوق الوطني التعاضدية الفلاحية كان ما هذا يقدم يعني التمويل وفي حد ذاته تكافلي، وإن كان لابد من ضبط بعض المسائل حتى يكون شرعيا يعني وفق الضوابط الشرعية. هناك كذلك الآن شركات مؤسسات يعني التأمين التكافلي تقدم تأمينات تكافلية لمختلف النشاطات، وإن كان الأمر مازال في بدايته. هناك شركة سلام التأمينات أيضا شركة تأمين تكافلي، فهذه صيغ تسمح بتأمين نشاطات فلاحية بصفة شرعية. من ناحية ثانية لابد كما قلت تتغير ذهنية الفلاحين، لابد أن الفلاح يعني يأخذ كل الاحتياطات حتى يعني يتحوط حتى من المخاطر هذه الطبيعية أو المناخية أو الغير متوقعة ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك. أما إذا كان ذهنية الفلاح أنه إذا نجح الموسم رأي سيسدد، وإذا لم ينجح البنك يعني هو يتحمل الخسارة فقط، فهذه منطق يعني غير مستقيم من الناحية الاقتصادية ولا يمكن أن يدوم. يعني لابد أن الفلاح يعني يأخذ كل الاحتياطات والتدابير سواء من ناحية يعني إدارة المشروع الفلاحي بصفة مهنية ومناسبة وملائمة، كذلك من ناحية يعني التمويل يعني التزود بكل ما يحتاج إليه المشروع الفلاحي حتى يكون له منتوج يعني ذو نوعية يستطيع تسويقه في السوق بأسعار مناسبة، ثم كذلك يعني يكون هناك يعني تأمين من هذه المخاطر هذه، حتى إذا كان وقع طارئ غير متوقع وغير متحكم فيه يستطيع كذلك أن تحل شركة التأمين لتعويض البنك مثلا عند حدوث خسارة نتيجة عن هذه العوامل الطارئة. الأمور كلها لابد أن يدرجها الفلاح في مقاربة جديدة للنشاط الفلاحي مختلفة ومغايرة عن المقاربة السابقة التي تقوم على أساس ربما ذهنية أنه يعني أن يستفيد من دعم الدولة فقط بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو المآل الاستثمار الذي أو النشاط الذي يقوم به. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وداخل القيمة ممكن الأستاذ ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام، جزيل الشكر لك. الآن مشاهدينا إلى أخبارنا المحلية مع طارق، أهلا بك صباح الخير. صباح الخير مولود، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذن